أرفع إلى كريم علمكم أن حزب الإنصاف يتشرف بترشيح النائب محمد والبنبا والمجد برئاسة الجمعية الوطنية. الصاب خياري مثل وكل قناعة عجيتو، الصاب خياري مثل وكل قناعة عجيتو، ومن انجلتو هي تحالي كل شي وتمنيتو، ومن انجلتو هي تحالي كل شي وتمنيتو. اليوم عمو لي جزاء، جميع ذيك الفروقات، جميع ذيك الفروقات اللي بلا معنى متحات، تماسك بحزبي وغداه أمور عادي بدأ ومعالى راشا حمد ومعالى غير نتو، تماسك بحزبي وغداه أمور عادي بدأ ومعالى وفبدأ وكل عندي كلتو. الصاب خياري يا مدري وكل قناعة عجيتو، الصاب خياري يا مدري وكل قناعة عجيتو، وين جيتو هيدا حالي كل شي وتمنيتو، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. السيد رئيس حزب الإنصاف، السادة والسيدات النواب، نواب حزب الإنصاف، السادة والسيدات الأمناء التنفيذيين لحزب الإنصاف، السادة والسيدات النواب الموقرين، أصحاب المعالي الوزراء، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أن أتقدم لكم بوافد الشكر والامتنان على ثقتكم بترشيحي لرئاسة الجمعية الوطنية الموقرة، راجيا من المولى عز وجل يوفقني لأكون بحسن ظنكم. أعدكم ببذل قصار جهدي لخدمة مشروعنا المجتمع، وأنتهز هذه الفرصة يهنئ حزب الإنصاف قيادة وأطرا ومناضلين ومناضلات على النتائج المبهرة في الاستحقاقات الثلاثة النيابية والجهوية والبلدية، والتي تعبر عن التفاف الشعب الواسع لا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، الذي وفى بعهده مع المواطنين من خلال حزمة الإصلاحات وحصيلة الإنجازات التي حققتها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال على امتداد التراب الوطني في كافة مناحي الحياة. ويهنئ زملاء النواب الموقرين ورؤساء الجهات والعمل على انتخابهم. لا يسعني هنا إلا مهمنا عاليا مجهود طواقم الحملة والجنود المجهولين، وأخص بذكر مرشحين من الأخلاف الذين استماتوا في التعبئة بالرغم من تأخير مواقعهم على اللوائح. وفي الأخير أهيب بزملاء النواب الموقرين أن نكون أهلا للانتداب الذي منحنا الحزب ثم الشعب سبيلا إلى الإسهام المعتبر في الدفع لمسيرة بلدنا نحو مزيد من الاستقرار والنمو والازدهار تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.